امبارح في احد الفنادق تم توزيع جوائز الدير جاست لافضل اعمال 2015، وفاز فيها اكتر من نجم وفنان، منهم احمد السقا واحمد عز، منى زكي، دنيا سمير غانم، وطبعا ده بجوائز عن اعمالهم خلال السنه دي. فازت النجمة منى شلبي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم نوار بمهرجان دبي السينمائي الدولي. الفيلم الحقيقة اتعرض من ضمن الفعاليات وحاز على إعجاب كل النقاد هناك، واستقبلوا الفيلم بالتسقيف الحاد، وده خلى منى بتعملها تعيط من كتر فرحتها.